احنا مشاهدينا نروح لجدة ونشوف زميلتنا رنا الميموني اللي حتتكلم عن اول فيلم كرتوني عربي بايادي عربية بالكامل. يسعد صباحك يا رنا واهلا وسهلا. هيا الله رنا صباح الخير. اهلا وسهلا يسعد صباحكم. اهلا هاني وسارة. طبعا زي ما قلتي الفيلم اللي بنتكلم عنه اليوم اخذ عقدين من الزمن في انه يجهز، والفارس والأميرة اخيرا طلع الى النور زي ما ذكرت سارة زميلتي. ومعانا اليوم حنتكلم عن تفاصيل صناعة الفيلم مع المنتج السعودي الأستاذ عباس العباس. أهلاً وسهلاً فيك أستاذ عباس. أهلاً وصباح الخير. الله يسلمكم. صباح النور، نورتنا. الله يسلمك. طبعاً نبارك لك أنت وفريق العمل أنه أخيراً الفيلم طلع بعد 20 سنة بتتكلم فترة، فمباركاتنا واصلة لين الأخير. الله يسلمك. أهلاً وسهلاً فيك. طبعاً حنطلع الآن ناخذ نشوف تريلر احنا مالنا ومال الانجليش، نشوف لقطات من الفيلم ونرجع نتناقش مع الاستاذ عباس. اريد ان اشارك في انقاذ الاسيرات يا مولاي. امرئ مكتوب في الطارئ ان شخصا اسمه محمد. يبقى هو محمد افتكر باين زي الشمس. محمد حفيد محمد. اذهبا إليه واقتلاه. احنا مش بتوع قتل يا باشا، احنا بالكتير نفرق بين راجل ومراته، نزحلق العيال في الشارع كده. اسكتي باتي بقى. من سهيلة يا اختي، ولعي بقى ولعي. هل ترى ذلك النجم الذهبي؟ تقصدين النجم القطبي؟ ايا ما كان اسمه. اهلا وسهلا مشاهدينا مرة اخرى، واهلا بك استاذنا معنا مرة ثانية. 20 سنة طبعا اللقافه على طول يعني الواحد 20 سنة، ايش السبب وراء التاخير؟ اتوقع اكثر المشاهدين عندهم نفس التساؤل. 20 سنة ما كان في حد مهتم للرسوم المتحركه، صناعه الرسوم المتحركه في العالم العربي، وما كان يوجد حتى ممكن دقيقتين للاطفال رسوم متحركه. فاحنا ابتدينا من الصفر تقريبا، انشانا كوادر وخبرات لحتى وصلنا الى درجه ان احنا نقدر نعمل الفيلم. فهي رحلة من البداية، كانت بداية الصفر بالنسبة للصناعة. احنا قررنا أن تكون الفيلم حقنا يكون كله معمول بأيدينا احنا فنانين عرب. عرب كله. ايه نعم ما يكون من الألف للياء يعني. طبعا هي قصة تاريخية طبعا، بس التاريخ دسم بقصص تاريخية وبطولات. يعني ايش ليش وقع الاختيار على هذه القصة بالذات؟ أكيد فيها مضمون خلاك تختار القصة هذه. نعم مثلاً. أول شيء ما دام أنت بتعمل فيلم رسوم متحركة فله خصوصية. الخصوصية أن هذا لازم يكون البطل صغير، يعني إحنا معنا أبطال في التاريخ عظام. وإحنا لما قررنا نعمل الفيلم عملنا ريسيرش، يعني عملنا بحث وإيش نختار القصة. بعدين قلنا عند واحد بطل هو اللي فتح السند، محمد بن القاسم، واحد عمره 15 سنة. القصة الحقيقية يعني راح أنقذ أسيرات من القراصنة، أسيرات العرب. ومن ثم راح فتح السند في عمره 17 سنة. طبعا هذا صالح، يعني قصة فيها قراصنة وفيها بطل شاب وكذا ومشوق وهذا السن، وهذا السن طبعا هذا يصلح للرسوم المتحركة. بالإضافة أن احنا أضفنا الخيال على القصة الواقعية، اللي طبعا الواقع القصة تاريخية لم تغير، بس أضفنا شخصيات مثلا. ما يلزم الرسوم المتحركة يعني، ممكن عشان يجذب انتباه الأطفال أو حاجة. نعم. طب كل فيلم له رسالة، وخصوصا الرسوم المتحركه، اي حاجه انكلود الرسوم المتحركه دائما تكون مهتم جدا بالرساله او مضمون الفيلم. نعم. الرساله الاولى انه احنا عندنا صناعه، هذه الصناعه نستطيع ان احنا نطورها ونعمل افلام كثيره من تاريخنا ومن ثقافتنا ومن مجتمعنا. الرساله الثانيه انه احنا يعني نستطيع ان احنا نتناول التاريخ حقنا بشكل مسلي وبشكل ممتع وبشكل نحضر في مجال السينما اللي هي مسيطرة عليه اليابان والأمريكا. يعني ما في عندنا فيلم من فرنسا ولا من إيطاليا، ما بنشوف هذا في الموجودة. فإحنا طبعا فرحين بهذا التحقيق. يستحق الموضوع أنه يكون في بطل عربي، أنه يكون في هيرو مثلا. إحنا بنشوف الأطفال كثير بيقتدون بهيروز برا. نعم. إنجلش، فحلو أنه يكون في لهم مثل هذه المصادر مثل. نعم ويكون طيب. أكثر كمان إن شاء الله. طب أنت سولت الفيلم كان طلع بنسختين، نسخة عربية ونسخة إنجلش. طبعا الأداء الصوتي للنسخة العربية كان كله نجوم كبار مصريين. نعم. هل كان النسخة الإنجلش برضو منتقاة في أسماء معروفة؟
لا يعني لا يوازي يعني الآن نجوم النسخة العربية نجوم العالم العربي الآن يعني الأستاذ محمد ثنيدي، مدحت صالح، مجد الكدواني، دنيا سمير غانم، عبد الرحمن أبو زهرة وكثير بعدين ما نذكر أغلب اللي... هذه الأسماء أنت بتتكلم قبل 20 سنة قبل 20 سنة فهذه إيه؟ الأسماء أغلبها كانت لسه ما طلعت على الساحة الفنية. نعم نعم والحمد لله والآن ما شاء الله يعني. كنا محظوظين أن احنا لما تعاملنا معهم ووصلنا لهذا الشيء وهم نجوم الآن السينما العربية. النسخة الإنجليزية يعني كان اتجاهنا لأن احنا مؤكدين على أن صناعة عربية أيضا ما رحنا يعملوا النسخة الإنجليز ولا شيء، لا هو ناس عرب يتكلموا إنجليزي النسخة كويس الإنجليزية برضو. النسخة الإنجليزية أيضا. جميل. فإحنا مصممين يكون كل الصناعة عندنا بفنانين حقنا بقدراتنا إحنا. الحديث عن الفنانين، في عندكم الفنانين الراحلين الفنانة أمينة رزق والفنان سعيد صالح الله يتغمد أرواحهم برحمته، كيف استكمل الفيلم بعد ما الفنانين هذول اللي توفوا؟ هو صناعة الرسوم المتحركة احنا اول شيء نعمله تسجيل الصوت كاملة، بعد ما نسجل الصوت نرجع بعدين نرسم الرسوم المتحركة وهذا ياخذ وقت. فطبعا بوجود ممثلين قديرين مثل أمينة رزق وسعيد صالح احنا كنا محظوظين ان احنا اخذناهم معنا ونفتخر انهم موجودين الان معنا والله يرحمهم، بس يعني اضافة جميلة جدا ويحسب الفيلم هذا يحسب يعني امتداد للتاريخ طبعاً الفني. طبعا وفاتهم انت بتقولي انها ما اثرت لان اوريدي الصوت مسجل من 20 سنه الفيلم. نعم. كامل مسجل. نعم. جميل. بنسجل الرسوم المتحركه تسجل الصوت كله وبعدين نعمل نشتغل في الرسوم المتحركه. طيب اخر سؤال عندنا اليوم، انت كمنتج سعودي كيف كانت التجربه لك؟ طبعا لان بدايه من قبل 20 سنه ما كان في إيجاز. اي ما كان هذه الفكره، فاحنا لانه ما لا يوجد صناعه فحبينا ان احنا نكون في عندنا صناعه رسوم متحركه للاطفال، كانه حسيت انه واجب علينا ان احنا نعمله نقدم للاطفال شيء لا يوجد امامهم الا الافلام الاجنبيه، واحنا ليس نطلع الاجنبي الافلام الاجنبيه بس نبغى نشارك العالم في هذا الشيء بمجتمعنا وافكارنا وابطالنا، نرفع شويه الثقافه العربيه معها. نعم. نعم. الله يعطيك الف عافيه صراحه. اذا انا بخرج بحاجه من الفقره هذه فانه مهما كان هدفك باين انه بعيد المدى بالاصرار اي شيء ممكن يصير، خصوصا انه مشاهدين الفيلم ما شاء الله 8.4 التقييم حقه ما شاء الله 8.4، فالف مبروك لكم جميعا. الله يبارك وشكرا فيك. لحضورك معنا في احضر السينما موجود الان ان شاء الله باذن الله. لازم ان شاء الله. شكرا الله. لكم مشاهدينا على المتابعه ونرجع لساره وهاني في دبي. شكرا شكرا يا رنا يعطيك الف عافيه، وفعلا يعني لازم الواحد كل يروح يتفرج خاصه هو يعني فيلم زي ما قالوا بايادي عربيه. نعم. بعدين حلو الافلام الكرتونيه ترى، انا لين دحين اتفرج كرتون رائع ما يعني مستمر وحلو وفي يعني روحها الخاصة. وحقيقة أنا شفت الفيلم يعني أو شفت لقطات من الفيلم معمول يعني حتى المشاهدين شافوها قبل شوي معمول بطريقة جيدة. أي والله الأصوات كان أداها تمثيلي رائع، يمكن حتى يعني الراحل الكبير أستاذ سعيد صالح شفت له أنا المقطع اللي هو يدبلج فيه والله يعني مذهل صراحة. طب حلو، فنتمنى إن شاء الله مشاهدة ممتعة لكل المشاهدين.